الأهلي يحقق فوزا مستحقا على زد بنتيجة 1-0، هدف من صناعة موديست وبصمة أسامة أبو علي. كابتن ماهر مبروك، يعني هو كان ممكن المكسب يبقى أكتر من كده مثلا 3-4 أضعاف. مبروك يا أيمن، طبعا مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، الجهاز الفني، اللاعبين، جماهير النادي الأهلي النهارده. واحنا قلنا ان احنا بعد افريقيا بيبقى يعني الامور بتتصعب بشكل كبير جدا، خصوصا عودتنا للدوري مره تانية ان احنا اتعادلنا المباراه اللي فاتت مع انبي. بس حتى مسيطر راكب الجيم وواصل وعامل فرص محققه وواصل للجول كتير جدا، والفرقه اللي قدامك تقريبا انت يعني مش عايز اقول شبه مستسلمه، انما انت مستحوذ ومسيطر وبتوصل، ومفيش حاجه بتوصل لمصطفى، ولكن برضو تحس ان يعني الهدف جه بصعوبه. يعني في محاولات يا ايمن، ويمكن احنا حللنا في الشوط الاول، قلنا الست فرص اللي جم او الخمس فرص اللي جم للنادي الاهلي كان فيها نوع من الرعونه، نوع من عدم الاتقان، يعني فيها تسرع من بعض لعيبه النادي الاهلي، وكلنا اجمعنا ان احنا الشوط الثاني الامور هتتغير. يعني من مستر كولر في تغييره من خارج الدكه للبدلاء، وطبعا طول ما انت نتيجه 0-0 والاهداف بتضيع بهذا الشكل، كل التغييرات اللي انت بتستعملها او الورق اللي انت بتستعمله في الشوط الثاني معظمها بيبقى تغييرات هجوميه. أيوة. وده اللي حصل من مستر كولر، ان يمكن نزول وسام واحمد عبد القادر ومجدي قفشه وموديس وكريم، واحنا حتى الكباتن لما كانوا بيتكلموا يمكن حشيش قال عايزين حد صانع العاب زي حشيش الشوط الثاني يقدر يعني ينظم لنا الريتم بتاع اداء لعيبه النادي الاهلي. اتكلمنا على الاستحواذ للنادي الاهلي على فترات، كان التبادل بينه وبين الميس باص اللي بينه وبين زد يمكن على فترات كان الكره بتضيع بسهوله، لكن عايز اقول لك ان استمر النادي الاهلي يا ايمن في الشوط الثاني في الضغط على زد لاجل الهدف اللي احنا كلنا انتظرناه. مظبوط. هو يمكن مع الاسف جالنا في توقيت احنا كمان متورصين في الوقت الضايع. مزبوط. بنقدر نجيب اهداف يعني من جيلنا احنا والاجيال اللي كانت بعدينا. طول ما انت عندك وقت ضايع والراجل بيرفع المراقب الرابع او الحكم الرابع ان في 5 دقائق وقت ضايع، احنا بنطمن وجماهير النادي الاهلي بتطمن ان احنا هنقدر نجيب جول. طبعا هو الهدف يمكن قلشة من مدافع زد، قدر وسام ان هو يسيطر عليها بامتصاص. راح في سكه موديست، كل اللي عمله موديست بس ان هو اسيست حطها له قدامه صلحها له، وخلي بالك وسع له السكه خد الراجل في ظهره ورجع بيه خطوه لورا. بحس الفرود، انت حاسس بحس الفرود. أيوه. الحاجات دي انت كنت بتعملها كمان يا ايمن، وبعدين وسام كمان ما استناش. مزبوط. قدر ان هو يصوب بشكل كبير جدا، كانت مباخته لعلي لطفي ما يقدرش يعمل لها حاجه. سريعه وارضيه سريعه سكنت شباك طبعا زد. عايز اقول ان كان صعب علينا ان النادي الاهلي يطلع درون، كانت هتبقى يعني قاسيه علينا جدا جدا جدا. مزبوط. لكن الحمد لله ربنا كرمنا من الهدف القاتل وثلاث نقاط مهمين جدا. صحيح. بالنسبه لنا قبل لقاء القمه القادم بين الاهلي والزمالك.